لعبة كرة الهدف هي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى لذوي الهمم من العاقة البصرية. اللعبة بالنسبة لهم دي لعبة ممتعة جدا، بيخترعوها حتى لو ما فيش ملعب بيلعبوها بكذا طريقة يعني. لكن طبعا احنا هنتكلم على اللعبة الرسمية زي ما حضراتكم بتصوروا كده. اللعبة دي خاصة بحاسة، بيلعب من خلال حاسة السمع، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ان اللاعبين بيبقى في ماسكات على الاعين دي علشان يكون في عدل في الرؤيه. طبعا لان في من ابنائنا ذوي الاعاقه البصريه في ناس عندها ضعف بصر ممكن يكون عندهم مجال رؤيه بسيط، وفي ناس عندها كف بصر كلي. الماسكات اللي بيلبسوها دي بيبقى في عدل في الرؤيه، ما فيش حد خالص بيقدر يشوف اي حاجه خالص. بيبقى تحت الماسك كمان في بيبقى اي باتش، نوع كده من الضمادات اللي بتحط على العين بحيث انها تمنع اي بقايا للرؤيه تماما. احنا بدانا اسعاداتنا من بدايه منتصف شهر يناير، بدأنا الأول بمعسكر وبعد كده عملنا فترة تقييم للمجموعة من اللاعبين المختارين، وبعد كده استقرينا على 6 لاعبين. احنا بنعمل دلوقتي يعني برنامج تدريبي، بدأنا بتدريبات خاصة بالأسكار، بتدريبات خاصة بالتدريبات الكورة ومجموعة من التدريبات القدرات التوافقية والقدرات الحركية، بنزيد عليها برضو شوية تدريبات خاصة بالكرة الهدف نفسها. وبعد كده بنبدأ بقى نعمل شغل اللي هو التاكتكس اللي هو الخاص بالشغل المباريات. الفتره اللي احنا فيها ديت الاسبوع ده والاسبوع الجاي عندنا في بعض المباريات الوديه مع بعض الانديه اللي بتلعب كره هدف. يعني النهارده عندنا مباراه مع فريق نادي السلام ببنها، المجموعه جت وبنقدم معاهم مباراه وبننفذ فيها الخطط اللي احنا بنحاول ننفذها في المباراه. بطوله الاهرامات اللي ان شاء الله هتقام في نهايه شهر مارس هتكون في مدينه الاسكندريه. مشارك معانا في البطوله دي فريق اليونان، هو من الفرق القويه جدا على مستوى اوروبا، وفريق اذربيجان، وفي فريق جاي من اليمن بالاضافه لمنتخب مصر. المباراه طبعا يعني او اسف البطوله هي بطوله هيكون فيها فرق يعني مش سهله سواء كان فريق اذربيجان او فريق اليونان، ولان دي مدرسه اوروبيه واحنا اصلا كنا يعني طلبنا ان احنا نلعب مع فرق من المدارس الاوروبيه، لان احنا عندنا ان شاء الله بطوله عالم في شهر 6 هتقام في الصين، ربنا يسهل يعني. ودي استعدادات يعتبر ده من ضمن الاستعدادات اللي بطوله العالم ان شاء الله. احنا حصلنا على المركز الثاني في بطوله افريقيا اللي اقامت في شهر ديسمبر 2021، حصلنا على المركز الثاني وتاهلنا بفضل الله الى بطوله العالم. طبعا اتاهل عن القاره هم فريقين بس، الجزائر صاحبه المركز الاول ومصر صاحبه المركز الثاني. اتاهلنا ومن ساعتها على طول بدانا نحط خطه للظهور بشكل كويس جدا جدا ان شاء الله في بطوله العالم في الصين. من ضمن الخطه ديت ان احنا يكون عندنا مباريات او بطولات دوليه، نتقابل مع فرق من المدارس الاوروبيه زي الفرق اللي هتيجي كده ان شاء الله في بطوله اهرامات مصر، وفي ان شاء الله عندنا بطوله ثانيه في بلجيكا في بدايه شهر 5 هتكون دي برضو من ضمن استعداد لبطولة العالم. بتعتمد على ضعف البصر، بتاخد بتبقى لعبه هي اعتبر الشعبيه زي كره القدم كده بالنسبه للناس، فدي بالنسبه لنا تبقى اللعبه الشعبيه. بقالي 5 سنين، بقاليش كتير، انا لسه صغير يعني 24 سنه فلسه يعني العمر قدامنا طويل. كل اللي هنا كمان الميزه الحلوه كل اللي هنا كلهم جيل صغير، ما عادش في مثلا الناس الكبيره خلاص، يعني دلوقتي جيل صغير بقت الدنيا بتتطور واحده واحده واسرع. والمدرب يعني بسم الله ما شاء الله يعني قعد في المانيا وقعد في السعوديه، فالدنيا يعني متيسره يعني احسن مدربين كتير يعني الحمد لله. بتمرن كل يوم، بس الهدف الاكبر مش بطوله الاهرام، الهدف الاكبر كاس عالم وبطوله افريقيا السنه الجايه، وان شاء الله يعني نعمل نتائج كويسه باذن الله. هو يعني اصعب حاجه في اللعبه بالنسبه لنا ان انت مش شايف حاجه، انت كل اللي في مخيلتك بالسمع وبالتوقع، يعني انت بتسمع وبتحاول ترسم الملعب قدامك وكده، فهي معتمده على السمع وعلى ان انت بترسم مخيله الملعب في خيالك، وغير كده ان هي لعبه تكتيكيه من الدرجه الاولى. يعني اللي يشوف الناس دي وهي بتتمرن لا يمكن يقول ان هم مش شايفين. انا عن نفسي انا بحاول اجتهد ان انا اشتغل على نفسي، ان انا احاول حتى اوصل زمايلي للفورمه العاليه ان هم يقدروا ينافسوا عليها، ان احنا ناخدها مش مجرد يعني تشريف مشارك كده، لا عايز اشارك فيها واخدها باذن الله، وتبقى استعداد قوي لكاس العالم ان شاء الله. تمام، انا على طول بشجعهم ان هم ما يخافوش، وان هم ايامهم برضو اللي جايه دي مجرد بدايه ليهم، وانهم يستمروا في العطاء ان شاء الله وما يهيبوش اي حد، والدنيا جايه ان شاء الله قدامهم وهيعملوا احسن اداء باذن الله.
اكتر حاجه بتخليني متحمس في اللعبه ديت ان الاثاره بتاعت الماتش. الماتش بيبقى مثير لاخر ثانيه، ممكن تبقى فايز فرق 3 فرق 4 زي السله، تلاقي نفسك خسرت. هي زي السله لازم تكون مركز 24 دقيقه، لان اخطاء ما فيهاش رحمه. احنا بقالنا فتره اهو، بقالنا داخلين في 3 شهور معسكرين هنا، ومستعد لبطوله الاهرام اللي هي بطوله وديه ان شاء الله عايزين نحتك فيها، عشان عندنا كاس العالم في شهر 6 بامر الله، نعرف نحقق في حاجه، وخلي مثلا يعني شكل المنتخب بتاع او شكل بلدنا يكون كويس، والمنتخبات التانيه بامر الله.